سيدنا الإمام الشافعي سئل: كيف نعرف أهل الحق؟ فقال: انظر إلى سهام العدو تدلك عليهم. يعني في بعض النكرات الذين لا وزن لهم ولا قيمة ولا شأن طالعين بيتكلموا عن الأزهر الشريف واتهموه بأنه بيدرس المواد الشركية والتكفيرية وعقيدته أسوأ وأضل من عقيدة النصارى، زي ما سمعنا في فيديو سابق قبل كده. لكن يبدو أن المخطط واحد التي يريدون من ورائها اغتيال شيخ الأزهر، الاغتيال المعنوي طبعا. فاليوم بتستكمل المؤامرة وبيتهموا الأزهر بأنه بيصدر الإرهاب للعالم، تدعو وتبارك جهود دولة الإمارات في وضع مناهج تعليمية، بل وتطالب هذه وسائل الإعلام العبرية بتطالب المجتمع العربي أنه يسيروا خلف الإمارات، وأن مناهج التعليم في الأزهر وفي غير الأزهر من دول العالم العربي تبقى نفس مناهج التعليم في الإمارات، ويبقى ابنهم صديق بنتنا، ويكبروا مع بعض ويعيشوا في تبات ونبات وخبائث وخبيثات. هم عايزين كده. الأزهر اللي بقيله أكتر من 1000 سنة سيبقى بإذن الله تبارك وتعالى، شاء من شاء وأبى من أبى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا الإمام الشافعي سئل: كيف نعرف أهل الحق؟ فقال: انظر إلى سهام العدو تدلك عليهم. لما تلاقي مؤسسة عملاقة بحجم ومكانة وتاريخ الأزهر الشريف تهاجم من كل صوب وحدب، يبقى اعرف أن هذه المؤسسة على حق. كنا تكلمنا في فيديو سابق قبل أيام أن في بعض النكرات الذين لا وزن لهم ولا قيمة ولا شأن طالعين بيتكلموا عن الأزهر الشريف واتهموه بأنه بيدرس المواد الشركية والتكفيرية وعقيدته أسوأ وأضل من عقيدة النصارى، زي ما سمعنا في فيديو سابق قبل كده. النهاردة بنتكلم عن موضوع نفس الموضوع لكن من زاوية أخرى، وإن اختلفت الزاوية لكن يبدو أن المخطط واحد، وإن اختلف أشكال المنفذون لكن المخطط واحد، منهج واحد، طريق واحد يستهدف من ورائه هدم هذا الصرح الكبير العملاق، وأيضا هدم رمزية شيخ الأزهر حفظه الله تعالى. ده بالضبط اللي بتعمله القناة أو بيعملوا الإعلام بتاع الدولة إياها ضد الأزهر الشريف وضد شيخ الأزهر على مدار التاريخ كله، وخاصة في الأيام الأخيرة دي. اتكلمنا في فيديو سابق عن جزء من هذه المؤامرة التي يريدون من ورائها اغتيال شيخ الأزهر، الاغتيال المعنوي طبعا. فاليوم بتستكمل المؤامرة، بنلاقي إن قناة 12 العبرية تشن هجوما عنيفا على الأزهر الشريف، على شيخ الأزهر إمام الجامع الأكبر فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب، وأيضا على المناهج التعليمية في الأزهر الشريف، وبيتهموا الأزهر بأنه بيصدر الإرهاب للعالم، وأن المناهج التعليمية داخل الأزهر الشريف لسه ما زالت تحرض ضدهم، وأن ما زالت الآيات القرآنية اللي فيها تحريض ضدهم ما زالت تدرس ويدرس تفسيرها وتفرض في المناهج التعليمية على طلاب المعاهد الأزهرية. فشايفين أن قرابة 2 مليون طالب ممن ينتسبون إلى الأزهر الشريف الآن في مصر بيتعلموا المناهج التي تحرض على الإرهاب، وشايفين أن الأزهر الشريف أيضا له تواجد في فلسطين، تواجد قديم مش بس في فلسطين، ده كمان في جميع أنحاء العالم الإسلامي. شايفين أن الأزهر الشريف خطر بيهدد وجودهم، فشنوا حملة شديدة جدا جدا على الأزهر الشريف وعلى شيخ الأزهر. هذه الحملة طبعا ليست جديدة وليست الأولى من نوعها، لكن بتتواكب مع مجموعة من الهجمات
المتلاحقة والمنتظمة بأجندة واحدة وإن اختلف المهاجمون. فدول مثلا مهاجم في قناة 12 العبرية، والإعلام كله العبري بيمشي على نفس المسار، لكن ممكن تلاقي مهاجم تاني بيدعي إنه مسلم وبيدعي إنه يعني من أنصار السلف أو من أنصار السنة، وأطال لحيته وقصر جلبابه وهو في الآخر سلفستك. وقلنا سلفستك يعني فستك ولا حاجة خالص يعني. فإن كان اختلفت الوجوه لكن الأجندة واحدة، لذلك واجبنا، واجب الوقت الآن، أن ندافع عن الأزهر الشريف حتى وإن اختلفنا نحن مع شيخه في وقت من الأوقات أو في مرحلة من المراحل، لكننا واجب الوقت الآن أن نتكاتف يدا واحدة للدفاع عن الأزهر مسجدا وجامعة وقلعة شامخة وشيخا وإماما وعلماء ومعاهد ومناهج. هذا من جانب. نفس المصادر دي أو نفس الجهات التي تهاجم الأزهر الشريف وتهاجم مشايخ الأزهر ومناهج الأزهر هي نفسها التي تدعو وتبارك جهود دولة الإمارات في وضع مناهج تعليمية، بل وتطالب هذه وسائل الإعلام العبرية، بتطالب المجتمع العربي إنه يسير خلف الإمارات، وإن مناهج التعليم في الأزهر وفي غير الأزهر من دول العالم العربي تبقى نفس مناهج التعليم في الإمارات، زي ما هنشوف في التقرير ده. We've seen it in the Gulf states, and we see that when you visit Dubai or when you visit Abu Dhabi or when you visit Bahrain, you see something entirely different. Sure. There was, in fact, a cultural change there. And let me say that that same thing is, in my opinion, happening to a considerable extent in Saudi Arabia. And we have to de-radicalize Gaza. And that will take some time, especially work on the mosques and on the schools. That's where children are. تمام كده، شفتوا بقى حضراتكم؟ هم عايزين بالضبط نمشي بنفس الطريقة دي، الطريقة اللي فيها البنت المسلمة تتعامل مع الولد اليهودي، وحتى لو كان غريب عن المجتمع، وحتى لو كان مش من أهل البلد، لكن يجب أن احنا نرحب بيه ونفتح له البيت ويقعد معانا ويبقى ابنهم صديق بنتنا، ويكبروا مع بعض ويعيشوا في تبات ونبات وخبائث وخبيثات. هم عايزين كده، عايزين المناهج الجميلة دي، المناهج اللي ما فيش فيها آيات تحرض عليهم، بس يبقى فيها آيات إيه؟ إذا ضربك على خدك الأيمن اديله خدك الأيسر. طب إحنا ما عندناش الكلام ده في القرآن، خلاص اعملوه، إيه يعني؟ حطوه، إيه المشكلة؟ فبقت المناهج التعليمية في الإمارات نموذج
يطالب الإعلام العبري بقية الدول أن تقتدي به، وفي ذات الوقت يهاجم الأزهر الشريف ويهاجم مناهج الأزهر الشريف. عرفنا بقى من على الحق ومن على الباطل، شفنا بقى سهام العدو متجهة إلى فين. مجموعة وإن كانوا بيدعوا إن هم منا وأسماؤهم كأسمائنا، بل وسمتهم الهدي الظاهر يعني زينا، لكنهم يريدون هدم تلك المؤسسة، وآخرون ليسوا منا بل هدفهم نفس الهدف. الاثنين تجمعوا على هدف واحد وهو القضاء على الأزهر، لكن أن لهم هذا. الأزهر الشريف سيبقى إن شاء الله تعالى بعز عزيز أو بذل ذليل. الأزهر اللي بقيله أكتر من 1000 سنة سيبقى بإذن الله تبارك وتعالى، شاء من شاء وأبى من أبى. إذا كانوا المجرمين دول قدروا على بعض الدول وعلى بعض المؤسسات الدينية في بعض الدول، وقدروا إن هم يعتقلوا المشايخ ويهدموا مؤسسات عملاقة زي هيئة كبار علماء في دولة ما أو مؤسسات دينية عملاقة، لكنهم لن يقدروا على الأزهر بحول الله تعالى وبقوته. والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فليرتفع شأن الأزهر، شاء من شاء وأبى من أبى.